صباح الخير ساندي وأسامة. الحديث اليوم مستمر عن الطب والصحة وأحدث التقنيات في هذا المجال، وتحديدا نتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال الطبي. نحن الآن في جناح المستشفى الأمريكي دبي، نتحدث أكثر عن هذه التقنيات مع ضيفتنا لهذا اليوم سماح عزيز، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في المستشفى الأمريكي دبي للمجموعة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. مشاركة المستشفى الأمريكي هذا العام في معرض الصحة العربي يتزامن مع احتفالية المستشفى الأمريكي بمرور 25 عام منذ انطلاقه. 25 عام منذ انطلاقه يعني 25 عام من وجود التشخيصات الطبية، التقارير الطبية والمشاهدات السريرية، وبالتالي نحن قدرنا نشغل ونوظف هاي المعلومات بمنصات مختلفة بالستاند باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزمية البيانات. أول منصة استخدمناها هي منصة COVID-19، وهي عبارة عن لوحة قاعدة بيانات بتبين للطبيب خلال معالجة مرضى الكوفيد مين المرضى اللي ممكن عندهم تنبؤ أن تتطور حالتهم ويحتاجوا لICU. بالتالي نحن بنقدر نجهز الأسرة، نجهز الطاقم الطبي، طاقم التمريض قبل بوقت لنقدر نسعف الحالات الخطيرة. بالنسبة لتاني منصة عندنا اليوم هي منصة الجراحات الروبوتية. السنة اللي فاتت عرفنا نعلن عن جراحة الدافنشي، جراحات الروبوتية باستخدام الدافنشي، واللي هي تعنى بالجراحات العامة. أما بالنسبة للعظام فاليوم نحن عم نعلن عن جراحات باستخدام روبوت روزا، واللي هو يعنى بالعظام فقط. والحمد لله قدرنا نعمل أكثر من 400 عملية جراحية روبوتية بالمستشفى الأمريكي باستخدام الدافنشي، وأول عملية تغيير ركبي باستخدام الروزا بالمستشفى. أما بالنسبة للمنصة الثالثة فهي منصة استخدام السجلات الطبية الإلكترونية بحالة كيف بتفيدنا بمراكز التميز اللي هي بتعنى بالأونكولوجي اللي هي الأورام العظام وأمراض القلب، وبالتالي كيف نقدر الدكتور يكون عنده تنبؤات بالتشخيص لقدام لأي مريض بيحتاج أي علاج. أما المنطقة الثالثة فهي منطقة الرابعة فهي منطقة كيف البيشنت خلال زيارته للمستشفى على أي مكان بفوته من الألف إلى الياء، كيف عندنا حيكون لوحة بيانات نستعرض فيها وين البيشنت بيكون بحاجة لمساعدة فنية، مساعدة دكتور، مساعدة تمريض، وبالتالي التيم عندنا بيكون عنده داشبورد أو لوحة بيانات، قاعدة بيانات بتبين إنه المريض موجود في المكان الفلاني محتاج مساعدة، لضمان أنه طبعاً المريض يطلع برضا كامل. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الإطلالة السريعة من خلال جناح المستشفى الأمريكي في دبي وعرض أحدث التقنيات لديكم. نعود السيدة سماح عزيز، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في المستشفى الأمريكي دبي للمجموعة، ونعود إليكم للاستوديو لنتابع في غدا أيضا إطلالة جديدة من خلال معرض ومؤتمر الصحة العربية.